بلغ المنتخب السعودي نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً المقامة في البحرين للمرة الرابعة في تاريخه، فوزه المثير على المنتخب الإيراني بستة أهداف لخمسة في المباراة التي احتضنها استاد مدينة خليفة الرياضي. بعدما ضمن مقعدا في كأس العالم تحت 20 عاما، أراد المنتخب السعودي للشباب أن يكمل مهمته الأسيوية بالوصول إلى النهائي أولا وربما الفوز باللقب لاحقا. الخصم في نصف النهائي كان المنتخب الإيراني، لكن الأخضر السعودي كان الأقوى منذ البداية. 17 دقيقة من الضغط السعودي أربكت الدفاع الإيراني الذي ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء كلفه ركلة جزاء نفذها القائد سامي النجعي وتقدم بها الأخضر. سيطرة كتيبة فهد الشهري استمرت بحثا عن هدف ثان، وهذا ما حصل عندما وصلت الكرة لأيمن الخليف عند الدقيقة 42. الفرحة بالهدف الثاني لم تدم سوى 3 دقائق بعدما أخطأ فهد الحربي مهديا الكرة لرضا جعفري الذي استغلها أفضل استغلال مقلصا الفارق لإيران. وبينما كان مخرج المباراة يعيد الهدف الإيراني، كان المنتخب السعودي يدون الثلاثية بقدم عبد الرحمن اليامي. الشوط الأول لم ينتهي بهذه النتيجة، إذ تمكن الأحمر الإيراني من تسجيل هدف ثان عبر عارف أغاسي، والنتيجة 3-2. مع بداية النصف الثاني نجح السعوديون في إضافة هدف رابع حمل توقيع سامي النجعي عند الدقيقة 52. بعد 11 دقيقة أخطأ الحارس السعودي أمين البخاري في تشتيت الكرة مهديا إياها لرضا شيكاري، ومرة أخرى تقلص الفارق إلى هدف واحد. وإن كان الدفاع السعودي يقع في الأخطاء فإن هجوم الأخضر لا يرحم. 3 دقائق بعد الهدف الإيراني ويعود عبد الرحمن اليامي ليوسع الفارق مجددا موقعا الهدف الخامس، لكن مرة جديدة قلص المنتخب الإيراني الفارق عبر مهدي مهدي خاني في الدقيقة 75. وجاء الهدف السادس للأخضر عبر عبد الرحمن اليامي الذي سجل الهاتريك بعيد ذلك بدقيقة واحدة. وفي الدقيقة 83 تمكن المنتخب الإيراني من إحراز الهدف الخامس بواسطة رضا كرم الله، ليطرد بعد ذلك عارف غلامي وتنتهي المباراة بانتصار سعودي مثير وصل به إلى النهائي للمرة الرابعة في محاولة للظفر باللقب الثالث. والله ما أتوقع أن المباراة تكون كذا بالسيناريو ذا، يعني أكيد المنتخب الإيراني منتخب قوي ما يبغاك أنك تفوز بالمباراة هذه بشكل سهل، سجلنا وتسجل فينا، لكن إن شاء الله بنسعى أن نعدل الأخطاء في الجاي إن شاء الله، وكل أهدافهم كانت أغلاط فردية، يعني ما كان في جملة تكتيكية كبيرة، لكن الحمد لله على كل حال أهم شيء تأهل. ناويين على الكأس؟ أكيد أكيد كأس بإذن الله ما يروح، طموت ما يروح بإذن الواحد لحد. الحمد لله على كل حال. بالنسبة للمستوى طبعا دعوات أمي وأبوي وتوفيق رب العالمين قبل كل شيء. الحمد لله يعني حاولنا نسعد الجمهور ذا اللي يعني تعنى علشاننا من السعودية وجاو، الحمد لله قدرنا نبيضها. بالنسبة للأخطاء الدفاعية والله أنا ماني عارف زيك، يعني ما تعودنا من دفاعنا زي كذا، لكن الحمد لله هي عدت على خير. إن شاء الله المباراة النهائية نتلافى الأخطاء ونجيب الكأس بإذن الله.